أما الآن نقلتنا ومع شباب الدار، ضيفنا اليوم هو إبراهيم محمد الشحي. هذا الاسم يحاول تقديم ما في وسعه لينشر أخبارا ومواضيع اجتماعية بأسرع وسيلة ممكنة عبر شبكة الإنترنت. بنتعرف أكثر على هاي الشبكة منه. مساء الخير إبراهيم. مساء النور والسرور. حياك الله إبراهيم. حياك بجيك الله يسلمك. نحن ما بنسألك سؤال، نباك تحدثنا أنت بشكل عام عن هاي الشبكة. اول شيء احب امسي عليكم بالخير. الله يسلمك اخوي عبد الله واخت خديجه على البرنامج الطيب هذا، قناه الظفره عامه. نعم فيك. واخوي طارق شميري اللي وهقني في الموضوع انه ما قال لي مباشر من قبل يعني، فانا تفاجات ان الموضوع مباشر. اول شيء اتكلم عن السوشيال ميديا عامه. نعم. اللي هي الاخبار اللي انتشرت اليوم واصبحت بشكل ما شاء الله يعني كبير، تواصل توصل واسع. مردود، نعم مردود احسن، وتواصل العالم كله اسرع باسرع طريقه. صحيح. وفيدك التليفون اصبح التليفون اصبح شفافيه. بالضبط. الجميع شفافيه. نعم. وكل شيء تلاقيه حتى بالصوره وقت الحدث وين ما كنت. صحيح. انت موجود في. صحيح. المكان. يعني اصبحنا اليوم الجرايد طبعا موجوده لكن نادر ما نستخدمها. الانترنت جهاز كبير او اللابتوب ما بتشلك في كل مكان. فاصبح التليفون عندك في كل مكان. نحن جينا الوسيله هذه اللي انا يعني وين ما كان عبد الله اوصل الخبر وين ما كان. نعم. استغليت، خلينا اقول السوشيال ميديا. نعم. مواقع التواصل. نعم. استغلينا السوشيال ميديا حتى يعني عبد الله في البيت وهو قاعد بيتغدى بيوصل المسج انه حصل في كذا 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 في نفس الوقت في مع الصوره يعني. نعم. نحن بديناها اول شيء كنا انا واخوي عبد الله الشحي قاعدين نسولف ونتكلم. طبعا اخوك فعلا هو لا هو ولد خالتي اصلا. ولد خالتي بس اخوي. تتكلمون عن وكاله الانباء اللي بسوونها. اي نتكلم ونسولف عن وكاله الانباء وكيف نحن يعني تعرف الكل عنده بلاك بيري، الكل عنده ايفون، الكل يستخدم السوشيال ميديا عامه. صحيح. فشفنا الشبكات اللي طالعه وشفنا الاقبال عليها. فقلنا ليش ما نبدا نفس هالموضوع؟ والله بدينا في نقاشات وحوارات والحمد لله الله يسر الامور. واتفقنا وبديناها نحن يعني اثنينتنا والله وفقنا بعد ما كنا شخصين دخلنا نحن. طبعا انا ما بقول لكم وين دخلت من اي ناحيه بس دخلت من اكبر مكان يعني ما شاء الله عليك. هي اللي هو الحمد لله الصيت كان الجمهور عالي. نعم. ويتنا مردودات الحمد لله ويعني الناس حتى قاموا يشكرون يمدحون الشبكه هذه. حل. لان احنا كنا نوصل الخبر والصوره في نفس الوقت. نعم. طيب كلمتنا على البداية ومن وين جاتكم الفكرة. نعم. أهداف هاي الشبكة. أهداف هاي الشبكة نحن نبى نوصل مثل ما قلت لك حق عبد الله وحق خديجة وين ما كانوا يشوفون الأخبار وين ما راحوا في أي وقت. نعم. الأخبار عالمية ولا خاصة في دولة الإمارات؟ خاصة في دولة الإمارات. دولة الأخبار. الإمارات. نعم. نعم. والحين قاعدين نجهز أنها تكون حتى باللغة العربية والإنجليزية. يعني ندخل حتى الإنجليزي معها. طبعا غير الصور في الإنستغرام هاي موجودة في الفيسبوك، التويتر، عامة السوشيال ميديا كلها يعني. يمكن يعني مشروع مثل هذا صعب انه يبني مصداقيه لدى الجمهور، فيعني بسالك المصادر اللي تجيبون منها الاخبار. المصادر طال عمرك كلها موثوقه ولا نحن ما وصلنا للمكان اللي انا فيه هذا اليوم. نعم. شو هي المصادر؟ ممكن نعرف اكثر؟ والله نحن بديناها في مصادر خاصه يعني اخوي عبد الله. الغاز جاي اليوم ابراهيم. الغاز، انا وايد الغاز، انا وايد متحفظ سامحوني. لا ما يهمك. لا فعلا هي يعني انتم بديتوها من خلال اشخاص موثوق فيهم هم الاصدقاء. هي نعم. والمجتمع المحيط فيكم القريب منكم. نعم بعد. نعم. لكن اليوم نحن وكالات انباء عامه تتعاملون معها تتعامل بشكل رسمي. بشكل رسمي برخصه بترخيص من الاعلام، بترخيص من كل مكان، عندنا ترخيص كامل. نعم. لكل الشغل نحن نقوم فيه والحمد لله يعني. طب اهتماماتكم في نوع الخبر، هي فعلا اماراتيه مثل ما قلت، لكن نوع الخبر شو هي اهم؟ سياسي، اجتماعي. لا نحن طبعا اكثر شيء الاخبار عندنا الترويجيه والاخبار الاجتماعيه. السياسيه اللي هي تكون على صيت كبير. نعم. ما نحب ندخل في السياسه، في ناس مختصين للسياسه يعني. نحن ما ندخل انفسنا في السياسه. العناوين العريضه نحن نسميها في بالضبط مجالها. بالضبط. طب شو اللي جابك على هالمجال؟ من وين استقيت هذا الأمر؟ والله اللي جابني على هالمجال حبي للاعلام. احب دائما اني انا من نوع اجتماعي. نعم. احب اني اوصل شيء عرفته، انا احب اني اوصله لفلان للآخرين. لكن بالطريقه الصحيحه. صحيح. لكن ما اخذها باشاعات. نعم. او انشر اشاعات ما لها اي داعي. انا احب اوصلها، اوصل لك المعلومه، معلومه مضمونه 100% ان ابراهيم قاعد يطرش لي معلومه بالطريقه الصحيحه واتاكد المعلومه هذه صحيحه. نعم. كم عمر هالشبكه ابراهيم؟ نحن بديناها 1/1/2012. من واحد سنتين ونص تقريبا. نعم. وماشيين ان شاء الله. متى شفت النور حقيقه؟ شفنا النور 1/1/2014. ما شاء الله عقب سنتين. سنتين ما شاء الله عليكم. ما شاء الله.
الطموحات خديجه؟ هذا طموحات سؤالك طبعا. دائما لابد اسال خديجه عن الطموحات. وين تبغى توصل؟ انا اسال دوم. وين بنوصل؟ بنوصل ان شاء الله باذن الله اني استقبل عبد الله وخديجه عندي في المؤسسه الاعلاميه، ما بقول اسمها اللي بعد ما طلع اسمها. استقبلكم عندي ان شاء الله، هاي الطموح راح يكون ان شاء الله موجود وقائم على الدراسه الحين. لكن وجودكم الان فعليا اين انتم الان؟ نحن الان في اخر دريتين. اخر دريتين، اخر سلم اخر سلم مثل ما يقولون يعني. و يعني ما بتكلم أي يعني وصلتم للي تبون تحققونه. نحن الحمد لله وصلنا اللي بنحققه، لكن نحن بعد يعني وصلنا اللي بالا الحين قاعدين الاشياء ما كنا نتوقع انه نوصل، لكن اليوم بدينا نحط استراتيجيه حق 10 سنوات قدام. يعني الحين بس ابراهيم وعبد الله مؤسسين لهي الشبكه؟ اصبحت مجموعه مؤسسين. نعم، واصبحت مجموعه كبيره. نعم. كم وصل العدد؟ والله العدد طبعا ترى ينزل ويطلع، ينزل ويطلع. انت وايد تسالين اسئله يا خديجه. لانك انت ما تعطي اجوبه. مؤسسين شبكه واصبح لها من العمر 4 سنوات. سنتين ونص. عفوا. ان شاء الله طول لك. وراءت النور الان، لكن ما زلت لا يعني تخبرنا عن ما هو اسم الشبكه. هي اسرار ليش؟ هذه اسرار. انا سامحوني. يعني هاي سوشيال ميديا يعني. سوشيال ميديا. فعليا. شوف انا في يعني نحن في عندنا رؤيه. نعم. وفي عندنا يعني استراتيجيه اني انا بعلن عن الشبكه هذه في الوقت اللي انا اعلن فيه. نعم. الوقت الصحيح. طبعا. لاني بعد انا ما اقدر اتكلم اليوم. نعم. باكر حد يسال عن الشبكه يقول لا ابراهيم قال شيء لكن ما حصل. نعم. فانا ما اعلن الا وقت ما انا فعلا ابراهيم قاعد يعلن للشبكه. هذه رؤيه طبعا والجميع نحن نحترمها. وطبعا الجميع يحترمها. انتوا ابراهيم على مستوى الامارات كلها؟ اي نعم، على مستوى الامارات كلها. سبعة. نعم. اتمنى لكم كل التوفيق. يشتغلون في مجال الاعلامي بمبدا اللي هو احنا يسمونهم السباي، اللي هو المتجسسين، الجواسيس، التجسس في كل مكان. لا لا، راميين خيوط وتحصلون على الهاي. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله نتمنى الجميع يحذون دائما حذو الشباب اللي هم يقدمون شيء وينجحون فيه. والله نتمنى نحن جميع الشباب يعني حتى الميديا، اذا انت مجرد انك بس تدخل في الميديا في مجال الميديا تثقف نفسك على. نعم. مستوى مجتمعك. أكيد. يعني مثلا انا عندي خلفيه عن المجتمع كامل. المجال الاعلامي كبير. لكن لمتى بيقعد الشاب في طبعًا. المقاهي، في الكوفيهات، في المولات يوعى شوي، تقعد معاه شويه في تتكلم يقول لك يا تعوضي راسي انا مو فاضي حق هالمواضيع. فنحن نحن وصلنا لمرحله يعني قلت لك يعني وين ما كنت انت حتى في الكوفي اباك تعرف اخبار دولتك واخبار بلادك اول باول. طيب سؤال اخير هذا جانا الحين على تويتر. يعني شباب يسالون عفوا زين نحن نبغي نتابعكم، كيف نقدر نتابعكم؟ يعني لها سؤال فعليا يعني في مواقع معينه او يقدرون الشباب يعني هو في مواقع بس اذا قلت عبد الله موقع المواقع يعني لا عفوا يعني ما نسال عن الاسماء وكذا او هو فقط مجهود شخصي من عندكم انتم تقومون بعمليه البث يعني هل هي لفئه معينه فانت ما حاب تعلن الفئات الاخرى؟ لا لا بالعكس هي للفئات جميعا لكن انا ما بعلنها اليوم لكن مركز متابعة ما يقدرون عليه. ما. لم تنطلق هذه الشبكة بعد؟ انطلقت هذه الشبكة ولها السوشيال ميديا ولها المواقع الرسمية كاملة ولها كل شيء، لكن بعد أنا عندي أمور أتحفظ فيها. وصفة الإعلانية نحن بنسويها. إذا بس قرر أنك خلاص يعني تصفر عن هاي الأخبار بتخبرنا عنها إن شاء الله في مساء الإمارات عبر قناة الظفرة. أكيد طبعا. شكرا لك إبراهيم. الله يشكرك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك على تواصلك وتواجدك معنا إبراهيم.